خليل عبد الله أبول من مواليد 1965، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة نورث كارولينا من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987، حاصل على شهادة الماجستير في علم الحاسوب من جامعة ميامي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990، حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الحاسوب من جامعة كايس وسترن ريزيرف من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998، عمل عضواً في هيئة التدريس كلية العلوم بجامعة الكويت ومستشاراً لنظم المعلومات، فاز بعضوية مجلس الأمة في ديسمبر عام 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية ومجلسي 2013 و16، يشغل حاليا رئاسة لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري ومقررا للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، إضافة لعضوية كل من لجان الشؤون المالية والاقتصادية والشباب والرياضة والإحلال وأزمة التوظيف وحقوق الإنسان والشعبة البرلمانية. قدم في مجلس الأمة الحالي 93 سؤالا برلمانيا، وقدم 28 مقترحا بقوانين و32 مقترحا بقوانين بالمشاركة و26 مقترحا برغبة. خلال مسيرته البرلمانية قدم استجوابا واحدا لوزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية آنذاك. خليل عبد الله أبول. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم باختصار، وإحنا سعداء بالتواصل معاكم من خلال هذا البرنامج. وأعتقد حلقتنا اليوم مميزة، راح تكون معنا ضيفين ومجلس أمة راح نتكلم وياهم في الكثير في القضايا، وخصوصا اليوم في استجواب لسمو الرئيس، قبله في استجواب لوزير النفط، هناك تهديد أيضا في استجواب وزيرة الشؤون من الأقصى لعاشور. فأعتقد الأحداث متسارعة حتى في القضايا الأخرى، إن كانت في قضية الرياضة، الحديث الآن على مسألة والله التواصل ما بين اللجنة الأولمبية الدولية وأيضا وزير الشباب وحكومة الكويت، قضايا كثير راح نتناقش فيها في حلقة هذه الليلة مع ضيوفنا. في البداية راح يكون ضيفنا مشاهدين الكرام النائب خليل أبول أبو عبد الله، وراح نتكلم وياه في الكثير من القضايا يعني اللي تهمكم أكيد. مشاهدين الكرام باسمي واسمكم أرحب بضيفنا وضيفكم في هذه الفقرة، الفقرة الأولى. الفقرة الثانية طبعا الأخ عبد الله فهاد، النائب عبد الله فهاد راح يكون ضيفنا في الفقرة التالية. حياك الله أبو عبد الله ويا هلا مرحبا فيك، وإحنا شاكرين لك على تلبية الدعوة أمانة. شكرا لك استاذ احمد، يسعدني اكون موجود، والشكر موصول لكم ايضا لهذه الاستضافه، وتحياتي للمشاهدين الكرام. حياك الله يا ابو عبد الله. ابو عبد الله، احداث متسارعه عندكم يعني سياسيه في المجلس، اليوم تفاجئنا في موضوع استجواب يعني يمكن ما كان في تمهيد له، يعني ممكن حمدان كان معلم في امور معينه، لكن اليوم تفاجئنا في الاستجواب وايضا حتى في محاور الاستجواب اللي قدمت السته، ايضا الحديث عن استجواب وزير النفط اللي قدمه الأخوان عمر الطبطبائي وأيضا الأخ عبد الوهاب البابطين، هناك الحديث عن استجوابات أخرى. اليوم نحس إن في تسارع في هذا الموضوع، في حل مجلس أمة ولا إيش صاير؟ ما أدري، طبعا الحل لدى دستوريا الحل حق لدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه. أكيد إحنا متفقين فيها. نظل إحنا وأيضا الاستجواب حق دستوري بعد. أكيد للنائب وحق للنائب. التوقيت مهم. الآن نحن نشهد في الكويت كثير من الأمور اللي تحيط بنا في الإقليم. أعتقد نحن بحاجة إلى نوع من الاستقرار السياسي. زين، وهل الاستجواب يؤثر على موضوع الاستقرار السياسي؟ يعتمد على السلوك والممارسة وعلى الخطاب في الاستجواب وعلى شلون يتم الحشد لهذا الاستجواب سواء داخل مجلس او خارج اعلاميا. بس بعد الله قدمت استجوابات، قدمت الاستجوابات في هذا المجلس ومرت وعدت طيبه وفيها استقرار وما في مشكله، وصار بعد هذه الاستجوابات انجازات في المجلس. طبيعي، انا اقول التالي، نحن بحاجه الى التركيز على قضايا المجتمع الكويتي وقضايا مستقبل الكويت. هذا وايد مهم. اذا كانت هذه الاستجوابات تحقق نوع من التقويم وإعادة المسار في الاتجاه الصحيح، أهلا وسهلا. أنا أسألك أنت شلون شايفها اليوم؟
ارجع واقول لك على حسب الاستجواب نفسه. انا صدقا اتطلع شلون شايف استجواب وزير النفط واستجواب سمو الرئيس. استجواب وزير النفط على الرغم من اعتقادي الكبير بان جزء كبير من هذا الاستجواب ما يتحمل الاخ معالي وزير النفط، ولكن يظل هو الشخص المسؤول داخل القطاع النفطي. على الرغم من ان الوزير وفقا للقانون مكبل مؤيه طبيعي. وين التكبير؟ لأن هناك مجلسين كبار الوزير عضو فيهم لا أكثر ولا أقل، هو المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول. الوزير عضو وبالتالي ما عنده القدرة للسيطرة والتوجيه. الآن هل هذا يعفيه من المسؤولية؟ أبدا، هناك مخالفات وهناك تجاوزات، يظل الوزير هو المسؤول السياسي. بس أبو عبد الله البعض يقول أن الوزير حديث على الوزارة، يعني ما صار يمكن كم شهر يعني، ويعني يعني ما يصير أن حملة تراكمات سابقة. صحيح. في وزارة النفط، هذا رأي آخر أنا أنقله لك. لكن أيضا الوزير ابن القطاع النفطي مو من برة. أيه. الرجل كان رئيس تنفيذي لشركة الكي بي آي وموجود في القطاع النفطي منذ فترة طويلة، يعرف تماما القطاع النفطي من الألف إلى الياء. فهذا ما يعفيه كونه جديد من المسؤولية. إذا نبه بأسئلة برلمانية بشكل دستوري عن المخالفات والتجاوزات ولم يعمل عليها يظل مسؤول. الآن نتطلع إلى استجواب راقي في هالمسألة، نتطلع إلى استجواب على أمل أن هذا الاستجواب كما ذكرت السابق. أنت عندك ملاحظات أبو عبد الله على الوزير؟ طيب وزير النفط بشخصه لا، لكن لا بصفته كونه وزير يعني وعنده وزارة. عندنا ملاحظات على الوزارة كلهم، ووزير النفط واحد منهم. واحد منهم. الآن في ملاحظات. في ملاحظات الحين يتحملها بشخصه ولا يتحملها الآن بروحه؟ لا. مسؤوليتك يا وزير لما تكون وزير على القطاع النفطي أن توجه مجلس إدارة مؤسسة البترول أن تعطي بعض ملاحظاتك في المجلس الأعلى للبترول عن ما يدور في القطاع النفطي. أكو كثير من الأمور في القطاع النفطي تحتاج إلى تقويم. الحين هذا التقويم يحتاج وقت. الحين أكو مسألة أخرى اللي طرحينها الأخوان المستجوبين، لها علاقة في المناقصات ولا علاقة في الأموال والمشاريع اللي انحطت والأمور هذه كلها. نتطلع إلى الاستجواب، وصدقا ليس لدي رأي كامل في هذا الأمر إلا بعد ما ينتهي الاستجواب. نعم يعني صدقاً. ما في لك رأي، بس أنت كانت عندك ملاحظات على وزارة النفط وتكلمت فيها أكثر من جلسة. طبيعي. اللي يتابعك أبو عبد الله هذا راح أنت تقول من خلال المحاور واللي نعم. راح يصير. بس أحيانا أبو عبد الله في قد يكون جانب سياسي في هذا الموضوع، في مسألة بشكل عام أداء الوزير. يعني هل أنت عاجبك أداء في المجمل يعني من خلال الفترة البسيطة اللي هو فيها كوزير؟ فترة بسيطة ما قصنا الأداء، ما بس السياسي داخل. ولكن هدوءه قد يفسر بأنه غير مهتم ولا غير قادر. احنا هل هذا كلام صحيح؟ يبين من خلال الاستجواب. ابو عبد الله انت ما جاوبتني على سؤالي الاول اللي هو هذه كثره الاستجوابات، هل توقع يعني فيها حل، في شيء راح يصير على الافق؟ البعض قال والله الامور ما هي واضحه. اعتقد تاريخ 6/5 تاريخ مفصلي. تاريخ 6/5 6/5 ليش؟ لان عندنا 3 نواب في المجلس مهددين بحكم قضائي قد يؤدي إلى سجنهم، قد ينتهي بسجنهم. الآن الأمر عند القضاء في نهاية اليوم. نتيجة هذا الحكم لابد أكو انعكاسات سياسية. السلوك داخل المجلس شنو راح يكون؟ السلوك في الشارع شنو راح يكون؟ لذلك هذه الاستجوابات جاءت في توقيت مع الحكم. الآن هل تعتقد أن هذه الاستجوابات مدبرة عشان موضوع الحكم فيها يعني فيها جانب سياسي في هذا الجانب؟ إن شاء الله لا. أنا أعرف من زمان الأخ عمر الطبطبائي يتحدث عن استجوابه، وأعرف تماما الأخ حمدان العازمي يتكلم عن الاستجواب، وأدري أيضا الفاضل صالح عاشور لوح بهذا الاستجواب بعد احتمال قال الأحد يقدمه أو يأجله. هذا وارد وارد، لا أريد أن أتهم لا، بس لكن شاءت الأقدار أن تكون هذه الاستجوابات جاءت في هذا التوقيت مع المحكمة. الآن أرجع وأقول يعتمد على المشهد السياسي بعد حكم المحكمة. شلون راح يكون المشهد السياسي؟ هنا نتحدث عن إما حل أو قضية استقالة حكومة أو
أو قضية أن الأمور تمشي تمشي طبيعية. الأمور باتفاق وتفاهم في بعض القضايا وتمشي. نعم. يعني تعتقد أن يعني مصير المجلس الحالي تحديدا في 6/5 تقريبا، يعني نقول المجلس أو الحكومة أو الحكومة المجلس أو الحكومة يعني تاريخ 6/5 حيكون أبو عبد الله. وأنت ركزت لي على الحكومة، المجلس أو الحكومة. إيه؟ كأنك تكرر قد يكون استقالة حكومة، قد تكون استقالة حكومة. إيه؟ الله يشهد ما أدري. إيه؟ لكن مرة ثانية تحليل يعتمد على المشهد السياسي وتسارع الأحداث مثل ما حضرتك ذكرت. راح تؤدي إلى مشهد سياسي قد يكون مضطرب قد يكون مستقر. لذلك الايام قريبه يعني ما هي جدا ما هي يعني ان شاء الله، وان شاء الله كلها بالنهايه لمصلحه الكويت لمصلحه البلد والدولة. يا رب يا رب باذن الله تعالى. ايضا هذا صار عليه ارتباط ابو عبد الله في موضوع العفو الشامل والحديث عن العفو. هناك 24 نائب وقعوا على العريضه في مساله المطالبه بالعفو الشامل اللي هو خاص اعتقد في قضية دخول المجلس. إذن هذا عفو خاص، هذا عاد ما أدري شنو مسمى، يعني صار عفو عام عفو شامل عفو خاص. فنحتاج أيضا لتوضيح في هذه المسائل. ليش أنت ما وقعت وياهم وشنو رأيك في قضية العفو؟ أنا بقول قضية العفو عاد شلون هو راح يطلع، جاوبنا على هذا السؤال أستاذ أحمد. طبعا هو ما قدم هو عفو خاص تحت إطار ومؤطر بعفو عام بقانون. فهمي هذه اللغة. يعني لما تحكي عن عفو عام تتكلم عن فترة معينة، عن 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 قضايا معينة تي تخصها في هذه الحيثية فقط. الحيثية اللي هي قضية دخول المجلس، اقتحام المجلس. ايه؟ أو دخول المجلس. ايه عاد هي تبقى الحين على التسمية. ايه؟ الآن وتترك القضايا الأخرى السياسية اللي أيضا أدت إلى نوع من عدم الاستقرار السياسي والاحتقان السياسي، أمر غير مقبول. الآن لما تقول عفو، أنت تسعى لماذا؟ تسعى إلى تهدئة الأمور، تسعى إلى تحقيق نوع من الاستقرار، تسعى إلى نوع تحقيق نوع من المصالحة. صحيح. وتقول أكو خطأ ارتكب وعلى هذا الأساس نريد أن نطوي الصفحة بتقديم هذا القانون. الآن ما حصل في الكويت في خلال ال5-6 سنوات السابقة، هل كان فقط محصور في هذه القضية ولا كان هناك قضايا أخرى؟ هل المصالحة بس فقط تاريخياً أبو عبد الله يقول حدث بعض الأمور في مثل هذه الجزئيات تاريخياً، يعني لو نرجع التاريخ يقول لك في بعض الأمور تم إعفاء عن بعض الأشخاص وبعض الأمور في هذه الجزئيات. أنا مع الرأي هذا. إيه؟ لما تيجي تقدم شيء لا علاقة في عفو ومصالحة يجب أن تشمل الجميع، ما تترك أي مجموعة خارج. لما تيجي تتكلم عن وهذا ما شمل الجميع، ما شمل الجميع. شنو انت القضايا اللي تبيها ابو عبد الله النائب خليل ابول انها تكون من ضمن هذا العفو حتى توافق على هذا الموضوع؟ كثير من القضايا، مثل كل من نعتقد انه ظلم. مثال بسيط، اكو راي، اكو مغردين قالوا اراء سياسيه، مغردين قالوا راي قد يكون نتفق معاه نختلف معاه. هذا يجب ان يشمل في هذه المساله. تمام. هذا لازم، ونضع قانون جديد ينظم ويرتب. اكو قضايا ارقت الشارع الكويتي، اكو ناس يعتقدون انهم ظلموا في قضايا ويعتقدون ان هذه القضايا قضايا كانت احكام سياسيه اكثر منها احكام قضائية وجنائية. أكو وايد من مثل تقصد خلية العبدلي، واحدة منهم قضية خلية العبدلي. أنا طبعا ما أتكلم عن الجميع، أنا أتكلم عن أكو بعض الحالات اللي فيها نحن نعتقد، وهذا حكم قضائي انتهبات وخلص، لكن نحن نعتقد أن هناك من ظلم في هذا الأمر بشكل واضح. أيضا تريد بس ما تعتقد هذا أبو عبد الله، وأنا أنقل لك وجهة النظر الأخرى. يقول لك هذا خلط هذاك موضوع مختلف، يعني قضية أمنية أبداً. قضية فيها أبداً. أمور فيها أسلحة أبداً. فيها كذا. أنا أقول لك وجهة النظر الأخرى أبو عبد الله، قضية الدخول فيقول لك مختلفة أنك تشبكها في هذا الموضوع، في موضوع العفو عن ناس دخلوا في مجلس الأمة لحدث سياسي، لوضع سياسي، لبعض آراء المغردين مثلا، لبعض الآراء السياسية، حتى قد يكون منهم مثلا عبد الحميد دشتي مثلا قال مثلا في بعض قد مثل موضوع عبد الحميد دشتي قد يشمل في هذا الموضوع، لأنه هو أطلق تصريحات على دول صديقة وشقيقة. لكن يقول لك موضوع خلية العبدلي مختلف، هذا وجهة نظر أخرى أنقلها لك. نستطيع بسهولة أن ناخذ القضية اللي احنا نريد أن نحلها وأسلط الضوء عليها وأعطيها خصوصية وخلي الباجي غير سهل. شلون جدا شلون؟ قول يعني مثلا لما تقول لي دخول المجلس ولا تقول لي
ألم يسبب هذا الأمر نوع من التهديد وعدم الاستقرار في الدولة وتهديد لأمن البلد؟ احنا لما صار دخول داخل المجلس والاقتحام في المجلس ولا مسيرات في الشارع ولا الخطاب المسيء، هذا ما حق، ما سوى نوع من الهز لاستقرار البلد وأمن بس البلد؟ لحدث سياسي لوضع معين، إذا ما صار مثل اتلاف مثلا في مرافق مجلس الأمة ابو عبد الله مثلا، يعني شغلات بسيطة تلفيات. خوش كلام. اذا في قضايا اخرى، في خطاب عبد الحميد دشتي، حدث ما سبب اتلاف، ما سبب كسر، ما سبب اكو شيء. الحين انا ما اتكلم عن عبد الحميد دشتي بشخصه، انا اتكلم كمثال على قضايا اخرى. اكو اخرين قالوا اشياء في تويتر ما سبب التهديد لاستقرار البلد وامن البلد مثل ما سببه اقتحام المجلس او دخول المجلس. ارجع واقول اعتقد كثير من الشباب، هذا رأيي الشخصي الآن، كثير من الشباب اللي شاركوا في الحراك شباب نيتهم كانت صافية وطيبة ودفعوا ثمن غالي عن البلد كله في قضية مكافحة الفساد وقضية التصدي للفساد. هذا رأيي الشخصي، وأعرف منهم شباب أحترمهم جدا يعني، والحين النواب الموجودين الشباب والأمور هذه كلها، هذا رأيي الشخصي. أيضا لي رأي مشابه في قضايا أخرى غير هذه القضية مع مجاميع وفئات أخرى. ليش أنا أقول هذه صح والباقي غلط؟ أنا هذا كان موقفي. تريد أن تصلح، تريد أن تعفو، تريد أن تحقق إصلاح سياسي، تريد أن تحقق مصالح سياسية، تريد استقرار للجميع تشمل الكل، يعني نقعد على طاولة واحدة يعني نشمل عبد الله. أنا يعني أنت تقول أنا ما وقعت من ضمن 24 لأن حددت في مسألة دخول المجلس ولم تحدد في قضايا ثانية منها موضوع خلية العبدلي، فأنت ما توافق. هل شرطك على الموافقة أن يكون خلية العبدلي والمغردين وعبد الحميد دشتي ودخول المجلس ومن ثم توافق على هذا العفو؟ للكل. نعم للكل. أنت للكل. شرطك للكل. للكل، لكن الأخوان قدموه في مسألة للكل. دخول نعم. المجلس الآن. هذا سبب رفضك نعم. في هذا وحتى الموضوع إيه؟ حتى نوجه رسالة في هالمسألة. هذا رأي التحالف الإسلامي بشكل عام أبو عبد الله؟ هذا انا اعتقد هذا راي التحالف. هذا رايي الشخصي على الاقل. بما انك انت غريب من يعبر يعني. يعبر عن راي التحالف ايضا 100% في المساله. هذا الراي يفترض. الان اكو شيء اخر ايضا، هناك قدم اقتراح اخر بخصوصيه خاصه اللي هو اللي قدمه الاخ الفاضل النائب خالد شطي في مساله الخليه ومساله عبد الحميد دشتي ومساله المغردين الاخرين. ايضا انا هناك شاركت في هذا الامر لارسال هذه الرساله. شنو بالضبط؟ ان انا وقعت الرساله هي كالتالي. ايه؟ نرجع ونقول تريد ان تعفو وتريد ان تصالح، تريد ان تحقق استقرار، تريد ان تطوي صفحه، تشرك الكل، ما تاخذ مجموعه وتسيء للمجاميع الاخرى. ما يصير. واحده من اكبر مشاكلنا ان كلنا نرى انفسنا نحن اللي ولائنا للبلد، احنا اللي حامين البلد، واحنا اللي ما اعرف ايش، والباجي هم اللي يهددون وهم اللي ما عندهم ولاء. وقمنا نوزع صكوك ولاء. ايضا لما وصلنا داخل مجلس الامه نريد ان نعالج هذا الامر بشكل دستوري قانوني سليم، ايضا صكوك الولاء وزعت حسب الأمزجة. هذا ما يجوز يعني في قضية توزيع الوطنية على حسب مزاج كل واحد ولا غيره. هذا كان رأيي. أيضا يعني في قضية البعض قال يعني في الكلام، وأعتقد أيضا حتى سيد حسين القلاف قال يعني في هذا الموضوع، قال الأولى يعني إحنا خلنا تكون يعني اطلب على قولتهم المطاح، حتى اطلب المستطاع حتى تنول المطاع، أعتقد إذا كذا المثل يعني. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، فأمر بالمستطاع. نعم فأمر بالمستطاع. نعم. أوكي. ففي هذا الموضوع يقول أنه خلي يكون العفو الشامل، يعني كثير من النواب هو انتقد الاقتراح الأخ خالد الشطي وقال خلي يكون العفو عن مسألة دخول المجلس في البداية، عفو شامل عن أصحاب الرأي، عن أصحاب كذا، وعن الأخ عبد الحميد دشتي، وعن ومن ثم لاحقا أن يكون المطلب عن خلية العبدلي وعن القضايا الأخرى. ما صار. إحنا أنا جيت طلبت من الأخوان خلنا قاعد نتكلم في هذا الأمر. إذا أردت أن تقدم هذا الأمر بهذا الشكل أنا أقدمه وياك، لكن من الضامن أنه لما أنا أوقف وياك وأقره وتجيني أنت في مسألتي تقص فيني الحبل، وهذا قلته في القاعة. قلت مشكلتنا وياكم انعدام ثقة، انعدام ثقة وانعدام الثقة من السلوك البرلماني النيابي ومن الخطاب السياسي.
من غير مقدمات من غير شيء تتكلم تقعد وتقول خلنا نتفاهم خلنا نسوي اكو مشاريع نتفق عليها. ما صار هذا الشيء. ما قدموا لكم الكتاب مال العفو؟ لا ما قدموا لكم اياه. ما عرضوا عليك ابو عبد الله قالوا لك عندنا او كل احد كلمك في الموضوع؟ انا كان في كلام انه نجلس في اجتماعات مع الاخوان بعدين يعني رد بانه والله اكو نوع من الملاحظات والضوابط قالوا ما انا عرضت على بعض الاخوه من غير ذكر اسماء انه خلنا قاعد نتفاهم تعالوا خلنا قاعد ماني قايل صار صد في البدايه كان في ترحيب بعدين صار انه لا والله ما نعتقد انه مناسب وكيفك قلت على راحتك على راحتك لذلك لا تعتقدون راح نشارككم في مشاريعكم في هالمسائل يعني تعذرونا على سلوكنا معاكم في هالمسائل لان بديت انت في هذا السلوك وضحت في هذه المساله ابو عبد الله كان لك دائما تنتقد العجز الحكومي يعني في عملية التعامل في كثير من القضايا وأن هناك يعني في يوم من الأيام قلت أقسم بالله عندما دخلت المجلس اكتشفت عجزا حكوميا كاملا في ملف مؤسسات الدولة كلها يعني هذا من تصريحاتك فدائما تنتقد الحكومة في الجلسة أعتقد اللي قبل الأخيرة أيضا كان لك انتقاد لمجموعة من الوزراء البعض يقول ولا خلنا نشوف شنو انتقاد أبو عبد الله في يعني للحكومة وأيضا لبعض الوزراء في قضية الممنوع لا مانع وبعدين يطقونه بالطوفة وما يردون على أحد ومن ثم يشم بخور الوزراء أبو عبد الله خلنا نشوف هذا التصريح ونراجعين لكم علشان احنا نواب علشان البلد علشان مستقبل البلد وابناء البلد حصنوا المجتمع كفوا عن توقيع الاوراق لا مانع ولعلمكم ثلاث ارباع لا مانع مالكم هذا توقعون لنا يضرب بعرض الحائط في المؤسسات مدير اداره ياخذ لا مانع اللي انت موقعه يا وزير ويشد خشيب بالطوفه رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا معكم على الهواء مباشره ابو عبد الله البعض يقول يعني انتقاداتك للحكومه وهذا طبعا خذ انتشار واسع هذا المقطع وهذا الفيديو يمكن تقريبا كانت 7 دقائق او 8 دقائق حديث في هذا الموضوع اللي انتشر يعني فليش ابو عبد الله هذا الانتقاد للعمل الحكومي المؤسسات الحكوميه والوزاره تحديدا انا اعتقد الاستاذ احمد الوزاره بشخصهم كل واحد بشخصه ناس جدا راقيين تمام الحين الانتقاد بصفتهم تمام لما يك وزير يفترض انا طول الوقت داخل المجلس اتفاهم معاه على شنو على حلول لمشاكل البلد مثال احنا عندنا كلفه في الميزانيه عندنا هدر في الميزانيه لازم نتكلم عن حلول للمشاكل توظيف الشباب مشكلين لجنه نبي نوظف الشباب نبي نشوف وين القصور وشلون نقدم الاقتراحات وين القصور التشريعي لنعالج هاي المساله باقتراحاتنا حتى يتبناها المجلس والحكومه تاتي الحكومه ما تعطي رد وما تحضر ويقول لك والله ما عندي الجواب طيب هذا عبث هذا لمتى ولما تي طالع قاعدين نعبث بماذا مو قاعد نعبث ببقالة ولا بشيء صغير قاعدين نعبث بمستقبل أجيال والدولة والكيان أصلا هذا كله من أجل البشر اللي في البلد وين اهتمامكم وكنت أعتقد أنه قبل لأن يتعمدون يسوون هالمشاكل اكتشفت لا هذه حد يوشهم هذا هاي قدرتهم الحين انا ما اتكلم عن الوزير تحته 6-7 مؤسسات مسؤول عنها ولما تي طالع المسؤولين هذول المفروض يعالجون المشاكل تدش عليه جل قدرته الكشخه اللي هو فيها الكشخه والسبعه والبخور والورد والمدري شنو طيب شنو قدمته ويا مسؤولين من اقتراحات لرفع شان المؤسسات هذه لتقديم خدمات افضل لحل المشاكل لو يردون الوزراء يسألون مسؤولينهم اللي عندهم تحتهم ايش قدمت لي خلال هالأربع سنوات اللي انت كنت موجود بمرسوم شنو طورت لا يبعد يقول لك حضور غياب والله ناس قاموا يحضرون وصار الحضور اكثر هذا حكي فاضي ايش سويت من ناحية حلت المشاكل والامور اللي موجودة ماكو شيء ما في شيء ليش ماكو شيء لان كثير من هؤلاء المسؤولين يوموا على اسس إدارية علمية سليمة يو بالواسطات على حسب الأسماء والترضيات السياسية وين صار على موضوع قانون القياديين أبو عبد الله؟ موجود وأنا مصر عليه إيه؟ الآن صوتنا على هذا القانون في اللجنة المالية متى يدور هذا القانون داخل القاعة
يعني لا ننشغل بس من اهم القوانين هذا بس اهم شيء جدا يكون جدا جدا وانا مصر عليه بس عبد الله بس البعض انا ما يخالف اعطيك الفرصه البعض ايضا يلوم خليل ابو وايضا بعض النواب اللي قد البعض يصنفكم احيانا يعني شوف كلامك ابو عبد الله انك من اشد المعارضين للحكومه وتنتقد الحكومه بقسوه وغيره لكن اذا صارت الصجيه البعض يقول ابو عبد الله في قضيه الاستجوابات وهذا دائما توقف في صف الحكومه ليش؟ هذا يعني فعلا تساؤل يحتاج الى اجابه. هل الموقف السياسي والمسار السياسي يحدد من استجواب فقط؟ الحين انا نائب داخل المجلس تبي تعرفني انا حكومي ولا معارض ولا هل من استجواب بس ولا من اللي اقدمه من المناقشه اذن يقوم البعض ياخذ تصويت على استجوابين ما صار ترى وايد تصويت على استجوابات ها تصويت على استجوابين ياخذهم ويقول ويحدد مسارك السياسي الان يشخصك سياسيا على استجواب انت وقفت فيه مثلا في موقف واحد الان ما يقول لك انت في استجواب الاخير ل الفاضلة وزيرة التنمية أنك أنت امتنعت عن طرح الثقة لا أعطيتها الثقة ولا طرحت فيها الثقة بس ما تعتقد هذا موقف ضبابي لا أبداً بالعكس لا والله ليش بالعكس. ما كنت تحسم يا مع يا مع ما يعطاها الثقة أو مع طرح الثقة عندي معيار إيه؟ نظافة اليد هذا وايد مهم هل تستحق بس أبو عبد الله هذا الأصل طبيعي يعني الأصل في الوزير أنه يكون نظيف اليد طبيعي. يعني هذا مو إنجاز يعني ولا الآن أنا إيه؟ لما أي أشوف الوزير نظيف اليد وقاعد يؤدي في اخطاء كل وزاره في اخطاء هل يستحق في هذه المساله طرح الثقه انا رايت انه لا قلت لك نظافه يد مو متورطه في عمليه ماليه داخل هالمسائل عشان تحطها على المنصه تجاوز على القانون مو متجاوزه على قانون كثر ما هو متعسفه قد يكون في شيء او ادارتها او الناس اللي تحتها شديدين في مساله في بعض الاحيان الشده مطلوبه الان في هذه المساله تستحق طرح الثقه في ذاك اليوم أنا رأيت لا تستحق طرح الثقة الآن هل هي الوزيرة جزء من حكومة تمام. هل كانت تستحق ثقة أنا رأيت أن الحكومة لا تستحق الثقة إيه. إذا تسمح لي تفضل في هاي المسألة الآن لما يقول لك أنت مو حكومي ولا معارض هي هذا خط سياسي نجي سياسي كذي أنا لست مع الحكومة ولا أنا مع المعارضة لست مع الحكومة لأن أعتقد أن الحكومة فيها مشاكل كثيرة والمعارضة لأني أشكك في كثير من النمط أو السلوك السياسي للمعارضة أنا مع الاستقرار مع يبقى قانون القياديين حطه على الطاولة يبقى قانون إنشاء شركة الضمان الاجتماعي الثاني اللي أنا مقدمه يبقى لي قانون مكافحة التمييز ومعاقبة من يميز بين أي واحد في المجتمع حط هذول خلنا نناقشهم شفت لقائي مع السيد حسين القلاف ولا لا شوف جزء منه خلينا نشوف المقطع شنو قال عنك انت تحديدا عشان تعلق ايضا في نفس سياقنا وفي نفس موضوعنا ان هل خليل عبد الله حكومي ولا معارض خلينا نشوف هذا الكلام اللي قاله السيد حسين القلاف راجعين لكم خليل ابول يذكرني بالش اسمه بالغراب قاعد يقلد مشية الطاووس نسى مشيته ونسى ما عرفنا لك انت حكومي يعني مثل ما يسمونك ولا معارض ما عرف انا لحد الان ما انا عارف خليل وين رايح مع ان انا هذا الرجل احبه واحترمه واثق من نزاهته ونظافته ووطنيته واخلاص هذا عندي ثقه كامله فيه لكن ما تعرف انت حكومه ولا ما تدري موقفه شنو ما تدري ولما نسأل شنو كان موقفك من استجواب محمد عبد الله قال الموضوع راح انتهى بس ما اجاوب انا كسياسي افهم شنو كان موقفك انا ما راح اعلق المايك لك نعم في السيد حسين اول شيء خلني اقول لك شيء أي. انا احترم السيد حسين القلاف لسببين أي. احترمه لشخصه واحترمه لصفته احترمه وايد الان عنده راي وعنده تشخيص فيني تشخيص سياسي حقه يعتقد ان انا مضيع مشيتي لاني حكومي ولاني
معارض. زعلتك مساله براب او كذي؟ هذا المفردة. لا بس اذتني لاني قعدت ساعه ونص ساعتين ادور بتويتر الغراب شنو فيه شنو ما فيه، يعني خذ من وقتي. بعدين رحت دق تليفونات على كم واحد، الغراب زين ولا مو زين؟ طلع في نهايه الامر طلع الغراب زين، بس يظل التالي. نعم انا سياسيا لست مع الحكومه ولست مع المعارضه، انا في كل محطه سياسيه اتوقف واقيم مساري او اقيم موقفي السياسي في لحظته وفقا لاسس ومبادئ انا اؤمن فيها. وهو سيدي عارف تماما من الايام ما كان زميلي في المجلس المبطل الثاني. الان كما ذكرت احترمه كثير وهذا حقه، لكن فعلا تشخيصه قد يكون دقيق في هالمساله. لست مع الحكومه، ماني حكومي ولا انا مع المعارضه، انا مع الموقف. في اوقات انا امس موقع اقتراح قانون، موقع وياي الاخوان وليد الطبطبائي، عادل الدمخي، محمد هايف المطيري، جمعان الحربش، موقعين معي اقتراح قانون مسوينا، انا مسويه. شنو هذا الاقتراح؟ هاي قضيه السجن وريع في حقوق الانسان، في قضيه حقوق الانسان. عفوا، لذلك ما تضايقت وايد، لكن اقول التالي. لا يمكن ارجع واقول لا يمكن اكون في خط واحد سياسي مع الحكومه ولا خط واحد سياسي مع المعارضه، ما اقدر. الموقف هو من يحدد، الموقف ما يحدد. زين ليش ما صرحت في استجواب؟ هو انتقدك في عدم تصريحك في استجواب محمد العبد الله، ليش ما قلت رايك؟ صارت هبه، صار شيء، صار كل من طق وطلع قال كذا وكذا وعطى. اذا جيت قلت انا معه قالوا ها على اساس، اذا قلت ضد قالوا ايه لانه خلصت. يوم سألوني شنو قلت خلاص انتهت السالفة، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. والآن ولا زلت على رأيي، انتهى الموضوع. والآن ايش رأيك بمحمد العبد الله الوزير؟ وجه له تحية الأخ. تحياتنا لا يظل كما شلون شايف أداء بصفة، أنت ما قاعد تتكلم عن شخص الشيخ محمد، قاعد تتكلم كونه وزير مثل أي وزير ثاني، ماكو شيء يعني زايد، لكن شخص بصفة شخصية احترمه جدا. يستحق طرح الثقة في ذيك المسألة؟ ايه لا، هو سياسي طرح الثقة، مو طرح الثقة في لا تعتقد طرح الثقة يصير لأن في هالمسألة هو كان وضع سياسي صارت هناك. أنا شخصيا في ذاك الوقت صدقا لم أعتقد أنه يستحق طرح الثقة، لم يستحق شيخ محمد العبد الله طرح الثقة. هذا رأيي الشخصي. الآن عندي شيء أختلف معه في وايد أشياء، لكن لو طالع قايل أنا أستحق كان شنو قالوا؟ اي بعقب ما طاح الجمل كثرت السجاجين. لو قايل ما يستحق قالوا ها هذا عنده شيء، انتهى الموضوع خلصنا الان اكو وزير. لذلك لم اجيب. اي وضحت، يعني وضحت اجابتك. الاخ حمدان العازمي قدم استجواب لسمو الرئيس الشيخ جابر المبارك. هذا الاستجواب من ست محاور، فيها قضايا مثل قضيه الفساد، قضيه العهد الماليه، فيها قضيه سحب الجناسي، فيها قضيه البدون، فيها قضية الرياضة، فيها قضية اللوائح التنفيذية في القوانين وغيرها. ما تعتقد هذا الاستجواب قد يكون كشف تسلل؟ يعني النواب دائما في كل مكان في ندواتهم وفي لقاء التلفزيون يحكون في قضية الفساد، وسمو الرئيس الشيخ جابر المبارك تحدث ان احنا في الكويت متراجعين في مدركات الفساد، فما تعتقد هذا الاستجواب كشف تسلل للنواب؟ لا ابد، ما له علاقة بي، ما راح يحرج النواب ابدا ابدا. الآن لما ناخذهم محور أيه؟ إذا كان المحور هذا متسبب فيه رئيس الوزراء أو هو مسؤول عنه يتحمل مسؤوليته. الرياضة إيش علاقة رئيس الوزراء بالرياضة؟ نحن أكو وزير دولة مسؤول عن شؤون الرياضة دستوريا، هو مسؤول عنه. أكو قضية قلت قضية سحب الجناسي، البدون، العهد المالية، العهد المالية. العهد المالية أكو ثلاث وزارات مسؤولة عن العهد اللي فيها العهد المالية. أكو قضية الخارجية، التربية، والصحة. هذول الثلاث وزارات عليهم مشاكل يعني. لسبب واضح. ليش؟ شنو أسباب العهد المالية؟ لأن أنت عندك اليوم طالب بعثة مثلا في وزارة التعليم العالي، اليوم طالب البعثة بيروح يدرس كم سنة قدام؟ خمس سنوات قدام. ايش كثر تحط في الميزانية مالتك؟ تحط سنة مالت هالسنة ولا تحط خمس سنوات قدام تاخذها لقدام؟ الجواب انه تاخذها كعهدة لقدام، تاخذ زيادة في ميزانيتك بعد ما تخلص السنة، لأن عندك لا زال طلبة يدرسون برا. الصحة نفس الشيء، مرضى موجودين. الآن وين مسؤولية رئيس الوزراء في هالمسألة؟ هذا رأيي الحين، هذا رأيي الخاص.
نرجع ونقول تعال لنا في يوم الاستجواب لما يقف اللوائح التنفيذية نفس القصة قضية البدون سحب الجناس اللجنة التي شكلت من سمو الرئيس. هذا مو معناته أنا قاعد أدافع عن سمو الرئيس. متى ما اتضح أن سمو الرئيس يتسبب في تعطيل هذه الأمور يتحمل مسؤوليته السياسية دون شك. بس أنا سؤالي لك، هل تعتقد هذا واضح سؤالي إيه؟ هل تعتقد يا أبو عبد الله أن استجواب حمدان العازمي كشف تسلل؟ هو كشف تسلل للنواب وراح يحرج النواب أبدا؟ يعني البعض يقول له، يعني ذاك اليوم زميلكم عبد الكريم الكندري يعني تكلم في قضية الفساد اللي كان يتحدث، قال كنت أقدم لكم في موضوع الاستجواب كانوا أغلب النواب يدنقون راسهم، قالها في الجلسة. شون؟ لا لا أنا والله ما سمعت. لا قالها قال موجودة أنا ما كنت موجود في القاعة. إيه بس موثقة قال دنقين راسكم لا تتكلمون للآن بالفساد وهو الأمور. هو دنق راسه في استجواب قبل ولا ما دنق راسه؟ ما أدري هذا. لا دنق راسه إذا يعتبر عدم الوقوف معاه في الاستجواب إنه واحد مدنق راسه. ترى أي استجواب؟ أنا ما أدري. أنا ما أدري. الحين أهو قدمت استجوابات. في هذه الاستجوابات قال أمر عليكم واحد واحد مدنقين روسكم ما تبون يعني لما أنا أقول له لا لما أقول له لا يعني أنا مدنق راسي ما عليه. قل الاستجواب القادم راح يطق عليك الباب أو الآخرين بيطقون عليك الباب. إذا قلت لا بنقول لك دنقت راسك مو زين هالكلمة هذه مع ربعك. الحين أنا ما أتكلم عن حادثة معينة بس ما تعتقد هو كان يقصد ما يقصد يعني فيها لساء للنواب لكن يقول مدنق راسك يعني شنو بعد؟ مدنق راسك يعني شنو؟ لأنك راسك يعني ما عندك الجرأة ما عندك القوة ما عندك شجاعة ولا أصلا أو بما معناه مكسورة عينك مدنك راسك. شو الحكي؟ شو الحكي؟ تختلف معاي يا أخي؟ صوت في اتجاه وأنا صوت في اتجاه. نستطيع أن نقول والله نشكك فيها على في نهاية اليوم سلوكنا وخطابنا البرلماني يفترض يكون مهذب في تعاملنا مع بعض. إذا كان استجواب رئيس الوزراء صعد رئيس الوزراء ولم يستطع أن يجيب على ما يخصه وثبت لدينا أنه متخاذل أو متواطئ أو متسبب زي الورد والله واجبنا الشرعي أصلاً أساساً وقسمنا والإبرار بقسمنا أن شو نسوي؟ أن نقف ضد رئيس الوزراء بهالبساطة. الحين إذا ثبت بأن ما له علاقة أكو وزراء معنيين بهذا الأمر ليش ما رحت حق هالوزراء؟ لا فيك الحزة أنت المسؤول استجوابك ما له أي معنى لهذا الأمر. أقول لك دائماً ننطر لغاية يوم الاستجواب. احنا اتفق معاه ولا ما اتفق معاه؟ اتفق معاه قال بطل، ما اتفق معاه قال مدنق راسه. لا ما يجوز. اوكي صحيح. اوكي وضحت. في اللجنة التعليمية ابو عبد الله وانت احد اعضاء اللجنة التعليمية اللي انت مقررها تم رفض تعيين، يعني كان في اقتراح بان تكون الاولوية للكويتيين في التوظيف ومن بعدهم ابناء الكويتيات والبدون. ليش تم رفض في وزارتي التربية والاوقاف؟ ليش تم الرفض؟ أول شيء أنا مقرر اللجنة. مقرر اللجنة. أي تقرير يصدر عن اللجنة لازم أنا أوقع عليه ويوقع على في الرسالة في توجيه التقرير يوقع عليه رئيس اللجنة. وجود توقيعي على التقرير بأن القرار صار رفض مو معناته أن أنا رفضت. هذا مهم. أنا أسألك أنت وافقت ولا رفضت؟ أنا وافقت على التعيين. اللجنة قررت عدم الموافقة. الآن اللجنة ما يدور فيها سري، لا أستطيع أن أقول لك منو وين. أنا أتكلم عن نفسي. أنا وافقت، لكن لما يجي التقرير أمامي أنا ملزم كوني أنا المقرر أن أوقع. هذا اللي صار. الحضور أنت وهمت أن أنت البعض قال أبو عبد الله أنت غير موافق يعني. لا لا لا, لا, لا أنت لا موافق على هذا الاقتراح. أنا موافق على هذا الاقتراح. كنتوا أربعة صح؟ كنا أربعة في ذاك اليوم. كنتوا أربعة. زين نتيجة التصويت الحين يعتمد مرة ثانية. نتيجة التصويت أرجع وأقول لك نتيجة التصويت أعتقد كان 2-2 أو 3-3. لا 2-2 2-2 شيء كذا. والرئيس ما كان الحين على كل حال عنده رأي بس لأنه هو صوته عن صوتين وهذا اللي رجع بعدم الموافقة. لست معنيا بالجواب لكن أنا رأيي الحين أكو شيء شنو كان الكلام في هالمسألة؟ أكو قضية إنه والله أبناء الكويتيات يشتغلون لهم أولوية في التعيين والبدون أكو ضوابط لها إحصاء 65 ما إحصاء 65 صار في كلام مثل هذا وطلع القرار في نهاية اليوم بالرفض وبالتالي أنا كمقرر. بس ما تعتقد أبو عبد الله يعني هذا أولاً يعني حتى على عامل التركيبة السكانية وغيره يعني أنت بالنهاية عندك الكويتيين في هذه الوظائف ما لقيت كويتيين أبناء الكويتيات ما لقيت أبناء الكويتيات تذهب للبدون بدل لا تجيب ناس من برا الكويت أنهم يأخذون هذه الوظائف وعندك موضوع التركيبة السكانية البعض يقول مثل هذا الكلام ما تعتقد هو الأوجب والأنسب؟
أنا أتبنى ومؤمن بهذا الكلام وبشدة أصلاً. إيه وأنت وافقت عليه؟ أنا وبشدة في هذا الكلام. أعتقد أن البدون إخواننا، أعتقد أن البدون أكثر قدرة وفاعلية وأحسن لك في البلد أنك أنت تتعامل معهم، تستعين بقدراتهم وطاقاتهم وتستثمر فيهم. هذا رأيي الشخصي. أبو عبد الله، في موضوع الرياضة، بما أنك أنت في لجنة الشباب والرياضة، هل تتوقع سيكون هناك رفع للإيقاف؟ شفنا في خطوات إيجابية، سمعنا أن من سيحمل أيضا هذا الملف يعني بشكل قوي يعني الشيخ ناصر صباح الأحمد، تردد في هذا الكلام نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأيضا الأخوان الوزراء المعنيين اللي هو الأخ محمد الجبري وزير الشباب، وصار مخاطبة للجنة الأولمبية الدولية. راح تجاوبني على هذا السؤال بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا معاكم على الهواء مباشره مع ضيفنا وضيفكم النائب خليل ابو عبد الله. رحب فيك مره ثانيه. سالتك عن موضوع الرياضه، عن سالتك في موضوع الرياضه، اعطيتك عده محاور. نعم. ها في فعاد الكلمه لك في موضوع الرياضه. ايه؟ كل مسعى وكل محاوله لرفع الايقاف عن الرياضه الكويتيه في اي لعبه واي مجال عمل مرحب فيه واهلا وسهلا. الأساس لهذه المسألة اللي هو القانون، صدر قانون وكان بجهود يشكر عليها الأخ معالي وزير التجارة وزير شباب رياضة الأسبق في هالمسألة، وإن شاء الله يكمل عليها الوزير الحالي اللي هو محمد الجبري. خالد الروضان كان لها دور كبير، واللجنة كان لها دور، والأخ أحمد نبيل الفضل كان له دور جزاهم الله خير. الآن الأخ مرزوق الغانم بعد كان له دور في المسألة في رفع الرياضة الإيقاف عن الكرة. نسعى لجهود في رفع الـ عن حتى جهود زملائك في الشباب الكل الرياضة. الكل ماكو شيء، الكل إيه لكن إيه يظل اكو شيء. إيه إذا كان هناك مساعي من الوزير الحالي، من معالي النائب الأول، أهلا وسهلا. ودون شك ما ذكرت، الأساس لرفع الرياضة الإيقاف عن الرياضة تم وانتهى بإقرار القانون الأخير اللي هو مش الرياضة فقط، عن كرة القدم. لا لا لا، القانون ليس له علاقة في كرة القدم. القانون الأخير يتحدث عن الرياضة، عن الرياضة كرة القدم. ايه؟ والاتحاد الدولي. اي بس اللي رفع فعليا، انا فقط كرة فعليا القدم. فقط كرة القدم. الحين بس اكو لعبات ثانية اوريدي قائمة وما في عليها ايقاف، لكن اكو لعبات عليها ايقاف. ايه؟ نسعى ان الاتحادات الرياضية في هذه الالعاب تخاطب الاتحادات الدولية وبالتالي أيضا يخاطبون. لا بس الآن في اتصال الأخ محمد الجبري، قال في أعتقد يعني قالوا أنه في تواصل ما بين الأخ محمد الجبري وزير الشباب مع الأخوان في اللجنة الأولمبية الدولية، والحديث عن أن هناك يعني تفاهم راح نقعد ويا بعض. جزاه الله خير وسهل مباركة. ايه؟ سهل مباركة. اللغط اللي يصير حوالين هذه المسألة بس يقول لك أنه راح يرفع الإيقاف إن شاء الله. ايه؟ إن شاء الله. بس أنت مصرح تصريح أنه ما راح يرفع الإيقاف. وين؟ أنه غير مضمون، قايل أبو عبد الله النائب خليل أبول رفع الإيقاف الرياضي غير مضمون. هذا متى كان؟ هذا والله ما ادري تاريخه هذا بالضبط. هذا عقب ما اقرينا القانون داخل اللجنه. داخل قالوا قبل موضوع رفع الايقاف عن كره القدم. قبل كره القدم قالوا الايقاف يرفع عن الرياضه الكويتيه. قلت مو مضمون، احنا نسعى هذا الاساس، هذا احد الـ والان الـ والان بعد مخاطبات ان شاء الله ايضا لا زال غير مضمون. اكو شيء لازم يصير واكو اتفاق لازم يصير. نعم، لكن يظل اكو شيء مهم. قول. لما نتحدث عن مخالفات، نتحدث عن أشياء في الرياضة بشكل تلقائي يأول الكلام بأنك أنت ضد فلان ولا مع فلان ولا ضد فلان، أعتقد يفترض المجتمع يكف عن هذا الأمر. أنت خصنيفات هذه. إيه. وإذا تسمح لي بعد بالمناسبة أقدم السلام للأخ الشيخ طلال فهد، ونتمنى له الشفاء العاجل. الله يشافيه ويعافيه، يرجع للولد سالما معافى وتقر عين اهل الكويت فيه. يعني يحتاج يحتاج الدعاء، وان شاء الله الله يشافيه ويعافيه. الله يجزاه. واؤكد على شيء، يفترض ارجع واقول لك اي راي في هذه المساله يجب ان لا تكون مقصوره بالاشخاص. احنا نتكلم عن نظام رياضي، نتكلم عن قوانين، نتكلم عن لوائح انظمه. اتركوا الاشخاص، ما له علاقه بالاشخاص، يفترض يكون كذي. ابو عبد الله، بس هل عندكم علم في هذه التحركات؟ ما ادري، ما صار عندكم. انا ما عندي، انا ما عندي علم. كلجنه شباب ورياضه لم نجتمع كلجنه شباب ورياضه مع الاخ معالي وزير
الدولة إلى الآن لم نجتمع فيه، وإن شاء الله أكو أنا أعرف أن في اجتماع قريب بهالمسألة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا أبو عبد الله خلينا نتكلم عن يعني إن شاء الله إنجاز ويكتمل في المداولة الثانية، وأنت أيضا يحسب لك من الشخصيات اللي وافقوا عليه خفض سن المتقاعدين، وهذا أنت يعني تصويتك في يعني شيء إيجابي، لكن ليش استندت على هذا الموقف؟ أستاذ أحمد في البداية إحنا خلينا نقول أصل المشكلة. أكو عندنا مشكلتين. المشكلة الأولية إحنا غير قادرين على إيجاد فرص عمل لشبابنا من خلال التشريعات، وهناك والحكومة غير قادرة على أن تطبق الأنظمة والبرامج لحث الشباب وتحفيزهم للاتجاه للقطاع الخاص من جانب، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الحكومي والأهلي من جانب. هذا شيء. وعندنا مؤسسة تأمينات اجتماعية واحدة في الدولة ومحتكرة التأمين الاجتماعي في الدولة، طبعا أكو خاص تأمين اجتماعي خاص لكن ما حد صوبهم، وأكو نوع من المحاولة لحماية نفسها، فتقوم تضع ضوابط في التشريعات والأمور هذه كلها، وبإقرار من مجلس الأمة بأن نعرق الكثير من عيالنا في مزاياهم في الخدمة الاجتماعية اللي تأخذها من الشركة. يا كان في اقتراح من المجلس السابق، وكان هناك تقرير صدر من اللجنة المالية في الدور العقادي اللي طاف بأن نقر قانون كانت الحكومة معلنة أنها رافضته بسبب التكلفة. ادعت التأمينات الاجتماعية أن تكلفة القانون كما كان في التقرير السابق 3,800,000,000 دينار كويتي. طبعا هذا مبلغ عالي. الآن شلون تعالجه؟ شو تسوي؟ قلنا ما عليه، نحن لا نثق في هذا الرقم، نريد أن نسحب التقرير ونأتي بشركة محايدة تعطينا أرقام محايدة. فعلا جات شركة وعطتنا أرقام، وطلع وثبت لدينا من الأرقام أنها أقل كلفة من ما أدعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية. لذلك بدأت الحكومة تتفاهم معنا. تعالوا الكلفة طلع القانون كما طلع اللي هو اللي وصلتوا له، اللي هذا القانون أنا نبي نعرفه ونبي نوضحه للمشاهد، لأنه صار فيه لغط في هذا الأصل. من يعمل ويخدم كرجل 30 سنة لا يستطيع أن يتقاعد إلا لما يوصل سن 55. إذا أراد أن يتقاعد ما يمشي له معاش تقاعدي إلا لما يكمل الاثنين اللي هو ما يسمى بالمؤجل. هذا عالجنا. 30 سنة والعمر 55. 30 سنة والعمر 55. أصبح الآن من خدم من الرجال 30 سنة يستطيع أن يتقاعد ريجاردلس أو بغض النظر عن العمر. ونفس الكلام عن المرأة. بغض النظر عن العمر. مو شرط 55؟ مو شرط 55. إيه. أوكي. وصار الكلام عن المرأة في 25. أيضا في السابق كانت المرأة تستطيع أن تتقاعد لما تخدم 15 سنة، ولكن من هي؟ المرأة المتزوجة اللي عندها أولاد. كان هناك المرأة العزباء، المرأة اللي ما عندها أولاد ما تقدر بعد 15 سنة. إينا غيرنا القانون، سوينا موحد للمرأة في كل الأحوال بغض النظر عن حالتها الاجتماعية تستطيع أن تتقاعد بعد 15 سنة. بعد 15 سنة. نعم. والعمر ما له علاقة بالعمر. أيضا كان هناك أمر ثالث اللي هو التقاعد المبكر. هنا نتحدث عن التقاعد المبكر اللي هو 25 سنة، 26 سنة، 27، 28، 29 سنة. أيضا أقر بكلفة من المعاش للمتقاعد، لأن أيضا في نهاية اليوم أكو تكلفة. يعني يقدر الواحد بس يعني في له حسبة. في الراتب. نعم. الآن اللغط اللي صار. لأن الحكومة طلبت في البداية إنه علشان نقر 30 سنة. ريجاردلس أو بغض النظر عن العمر نبي اشتراك 2% من كل العاملين في الدولة على الراتب الأساسي. يعني كنا نقول من 6 دنانير قالوا لغاية 30 دينار. جينا في اللجنة قلنا ما عليه، تعتقدون أكو كلفة؟ طالعنا الكلفة، كم المارجن مال ما طالعنا أرقام التأمينات، طالعنا أرقام الشركة، كم الرقم اللي يحقق المساواة في المسألة؟ قلنا ما عليه، أنتوا تدفعون 2%. جات الحكومة في الاجتماع قالت 1% على المواطن، 1% على الحكومة من الراتب الأساسي. احنا قلنا في نهاية اليوم لا، ما صوتنا عليه داخل القاعة وأقر دون التزام على الموظف في قضية 30 سنة. ما كل 1% أو 2% ما من الراتب الأساسي. يخرجك البعض لأنه مطيور يبي ها
يبي يكسب في موقف سياسي، يبي يقول شيء. قام وقال ترى اقرينا اقروا الواحد بالمئة، الخصم الواحد في المئة. لا لا ما كان، ما صوت عليه، ما له علاقه بالواحد، ما له علاقه كلش كلش. واللي ما يدري قاعد برا وما قرا القانون، ما يدري عن القانون، ما حضر الاجتماع، نقول له كف سكر حلجك وقعد استريح. نعم. تعال اقرا القانون، تحكي مع الناس بشكل عدل. ووضح بس للناس بس عبد الله البعض سريع. قال انه ما هو يعني على مستوى طموح المواطن اللي كان يبيه يعني. المواطن طموحه كثيره، احنا طموحنا وايد، لكن اكو ايضا اشياء، اكو موائمه، اكو غير الموائمه، اكو كلف. لا نريد ان ندمر المؤسسة على رأس الأبناء اللي يعملون فيها وعلى رأس الصناديق التقاعدية ومعاشات البشر. أكو كلفة نتفاهم فيها ونعالجها بشكل أو بشكل آخر. نعم وضحت أبو عبد الله. طلع لنا قبل يمكن أمس شعار الدولة تغير، أي كويت جديدة. أي. إن شاء الله إحنا نشوف يعني من خلال تناسخ هذا الشعار مع البعض، يمكن صارت فيه عمليات رد وفي انتقادات في غيره، المهم تبقى هي آراء في قضية هذا الشعار. خش. هذا واحد، وهل هذا ينعكس فعلا إن شاء الله أن يجد المواطن إنجاز على أرض الواقع؟ خش. أستاذ أحمد، في قضية كويت جديدة على أساس أن هذا قدم في المجلس كبرنامج عمل للحكومة، وأنا أعتقد أن الحكومة، وطبعا اللي ماسك الملف حسب معلوماتنا داخل الحكومة هو معالي النائب الأول. أعتقد هاي حفرة عودة له. حفرة عودة؟ أي. شلون؟ هذا رأي، رأي خليلي. شلون حفرة عودة؟ لا يمكن أن نصل لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا في ظل وجود المعوقات والمؤسسات بالشكل الحالي. إحنا نتكلم عن تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي في سنة 2035، وعطونا البرزنتيشن، طبعا ما كان برنامج عمل، كان برزنتيشن واحد عرضه الآن. اليوم إحنا نتكلم اليوم، مركز تجاري معناته بضاعتي وبضاعتي تتحرك وتروح، انت تصير هب، تصير مركز تجاري. روح شوف الجمارك اللي عندنا، خلي يروح الوزير او المعالي النائب الاول ياخذ وياه وزير الماليه، يروحون على المراكز البحريه والمراكز البريه والجويه في قضيه الشحن. شوف الفوضى والعبث والبربسه تماما. يعني انت اليوم واحد الجمارك. في الجمارك بالذات روح شوف الفوضى والعبث. هذول لما تشوف هذول قاعدين يشتغلون بهذا الشكل، المسؤولين هذول كفوا. أقول عنهم أنا بسوي 2035 سنة، أقدر أسوي خطط، وهذول الناس هم اللي ماسكين الأجهزة هذه، هذول قدرتهم شنو؟ هذا الجمارك، أعطيتك مثال. ها إيه، بس أبو عبد الله في موضوع الجمارك الإخوان يشكون بسبب قلة الموارد، يقول لك حتى أماكن التفتيش ما في لها حتى ميزانيات، يعني يقول لك لو تشوفها ما حد يقدر يدخلها من شدة الحار من غيره، فأنت لازم تهيئ الأجواء، وهذا دور أعضاء مجلس الأمة. البعض يلومكم في هذه المسألة لتوفير الموارد المالية، يعني أخذوا جولة وروحوا على الجمارك ومنافذ الجمارك، شيء يفشل أبو عبد الله. يعني تخيل في إحدى الشبرات حتى مكيفات ما فيها، هذا المفتش الجمركي شلون يفتش عن مخدرات ولا عن بضائع داخلة ممنوعة ولا غيره؟ على رأسي. إيه؟ ويمنع ويؤخر كونتينراتي تبدش سواء العراق ولا تبدش أي مكان، يمنعها، يضطر الريال يروح يدخلها عن طريق الأردن. على رأسي. يعني خسر بس هي الجو. على رأسي. هي الجو. لا أنا هذا المناسب. أنا معك. إيه؟ أنا قاعد أقول هالكلام. وحاسبة بعدين. تتحاشونا عن 2035 وهذا وضعنا الحين، على شنو؟ شلون يعني شلون؟ وين الخلل؟ لما أنا مدير عام ولا مسؤول عود ولا حتى وزير مسؤول عن قطاع الجمارك في الدولة، تمام، من اللي يحدد الميزانية؟ مجلس الأمة؟ لا، أنت كجهاز تعطي المالية قبلها بسنة، تقول هذه خطة المالية وميزانيتي اللي أنا بيها، تقوم وزارة المالية تراجع وياك تقول لك إيه لا نعم أوكي خلاص، تي حق مجلس الأمة يقول توافق عليه، احنا نقول نوافق عليه. أين عرقل مجلس الأمة في هالمسألة فيما يخص الجمارك؟ خلي يطلع واحد يقول والله مجلس الأمة عرقل في هالمسألة. لما تي طالع شنو طلبتوا؟ شنو طالبين من أموال؟ طالبين حق سفرات وطالبين حق مدري شنو. طيب يا حبيبي، ما أنت الأولى والأجدر أن تكيف ميزانيتك من حقه؟ حق التطوير. الآن مو أكو خطة، يلا كم الفلوس؟ خلي يقول والله بعطي الجمارك الكثر. هذا لا. واحد انا اعطيتك بشكل مثال. سريع ابو عبد الله اعطيتك مثال. إيه؟ انا اعتقد مطب كبير، وراح يكتشف معالي النائب الاول ان ما يقدر يحرك
شعره. شلون يقدر يجدد ويطور؟ إعادة نقول له والله ما تقدر يا شيخ ناصر. أول شيء شلون نقول له ما هو المطلوب خلال الفترة المقبلة؟ شيل كل هالعناصر اللي القائمة على المؤسسات المدرسة القديمة والفكر العقيم شيلهم قضبهم الباب كلهم. هذا أول شيء. قبل لا تشيلهم لازم خطتك تكون واضحة. شيل هذول ويجيب الشباب والطاقات اللي يقدر ينفذ هذه الخطة. نعم، تحتاج إلى جهد وطاقة. نعم. اللي عندهم فكر، هذا مطلب مهم. هذا مطلب مهم. اوكي ابو عبد الله، بحاول بشكل سريع تجاوبني. ها، في لك تصريح قلت انا لم اوافق على اقتراح فرض ضرائب على تحويلات الوافدين، فهل يجوز تنويع مصادر الدخل من خلال تحويلات على الخادم المستخدم وغيره؟ هذا رايي الشخصي. إيه ليش؟ انا اعتقد الخادم ب 30 40 50 70 80 دينار ولا حتى ب 100 دينار لما تيجي تبي تاخذ منه دينار حق الدوله، واوريدي لما يحول الفلوس قاعد دافع له دينار دينارين، الستة دولار سبعة دولار العشرة دولار هاي يدفعهم، تعرف شنو أثرها عليه؟ إحنا مصادر الدخل وتنوع مصادر الدخل عندنا وقفت على هذا. هنا أنا اختلفت في الشرائح اللي انحطت وقلت هذا غير مقبول ولا موافق. هذا رأيك في هذا الموضوع. نعم. أيضا أبو عبد الله، في القضية اللي أثيرت مؤخرا في موضوع الحجاب، قلت في حياة المرأة حجابها ومن لا ترتديه فهذا حقها. أي. وأرفض أن تصبح القضية إرهابا فكريا. شنو تقصد فيها؟ يعني الأخت صفاء الهاشم قالت رأي، إحنا نختلف وياها لكن ردود الأفعال اللي جات بالشكل. أنت تختلف مع الأخت صفاء؟ أنا أختلف في يعني فيما قالت. إيه أنا أعتقد إيه، لكن أنت ضد الردود اللي صارت ضد عليها؟ ضد هذا الإرهاب. كل من له رأي يقوله بأدب وذوق ونرد عليه بأدب وذوق، ويجب أن تنتشر ثقافة الاختلاف في الرأي، و ما لازم يصير نوع من الهجوم والإرهاب والتحقير والتسقيط وتسطيح آراء الآخرين. هذا يجب أن يتوقف، يفترض ما يكون بهذا الشيء. نعم. عبد الله، عندي سؤال يعني ودائما هذا يردد هذا السؤال، أنت أيضا مصرح فيه، قايل على الناخب أن يسأل المرشح من أين لك مصاريف الحملات الانتخابية، هذا واحد. وأيضا أنت قلت تصريح أخطر من كذي، قلت في ناس غبيضة يحتفظون بالكاش في كراتين بالشاليه. عندنا كثير من يتكلمون يقولون والله يعني حتى في نواب مجلس أمة يقول لك الاستجواب له ثمن، بعض المواقف لها ثمن، هل هذا حقيقة وهذا واقع اليوم نعيشه في واقعنا السياسي وفي مجلس الأمة؟ أنا الله يشهد أستاذ أحمد أسمع عن هالأمور، ما عندي دليل، ولا لو عندي دليل والله لا أول واحد أنا عند النائب العام أقدم الشكوى. أنا أسمع في هذه الأمور. الأمر الآخر، أعتقد نحن بحاجة إلى قانون ينظم قضية تمويل العمليات الانتخابية والحملات الانتخابية. أيه. وأنا بصدد قاعد أجهز مع فريق في قانون هذا الشيء. أيه. يرجع الناس يشتكون من الفساد سواء في مجلس الأمة ولا في الحكومة ولا ولا ولا، في نهاية اليوم هو يا الناخب يا المواطن لما يبي يصوت في مكان ما يعير اهتمام حق نظافة يد الشخص اللي بيصوت له، ما يهتم. بعدين يطالع والله هذا فاسد، ما انت اللي قدمته وجدمته. وفي أماكن العمل نتكلم عن الفساد ومحاربة الفساد، وإحنا نطوف دوام وإحنا نزرق في مدري شنو، وأنا أطوف ولد عمي وأطلع. ابدأ بنفسك أنت في قضية يعني. هذا اللي أنا أقوله. نعم نعم. أقول التالي، يفترض علينا كلنا نتحمل مسؤوليتنا. ترى الفساد و أساس محاربة الفساد وتنظيف المجتمع عادة تبدأ من القاعدة. أبو عبد الله أنا شاكر لك. شكرا لك التوفيق يا أبو عبد الله، وشاكر لك على سعة صدرك أمانة، يعني وجهنا لك كل الأسئلة اللي تسأل وبارك الله فيك. جزاك الله خير، شكرا لك على هذا اللقاء وهذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين الكرام وتحملهم سعة صدرهم. الله يسلمك، وأكيد لنا لقاءات أخرى بإذن الله. أتمنى. إذن مشاهدين الكرام، وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الفقرة مع ضيفنا وضيفكم النائب الأخ خليل أبل. راح يكون معانا في الفقرة التالية مشاهدين الكرام النائب عبد الله فهاد، وراح نتكلم وياه في الكثير من القضايا، منها العفو الشامل وقضايا أخرى بعد هذا الفاصل.